شباب لا ما يا فلسطين وعد علينا يا فلسطين Idag är det många palestinier som samlats här i Göteborg på Gustav Adolfs torg. Kan du berätta varför ni är här? ليش الفلسطينيين مجتمعين في يوتيوب؟ لأنه طبعاً إسرائيل قصفت غزة بطريقة حيوانية بطريقة وحشية قتلت آلاف المدنيين في غزة. إسرائيل ها بومبت سن غزة إنا وهار بومبت فريتانسفرد هيمسك موت من خصوبونا. واحنا هون دعم للمقاومه الفلسطينيه ضد اسرائيل واذا استو في هير ماد فلسطينسكا فولكت موت اسرائيل وموت ايدن ما يوت det man har sett på nyheterna i Sverige så berättar de här att det var många palestinier som anföll in i Israel. Vad säger ni om det? عم بيقول انه في فلسطينيين نزلوا يعني ضد الإسرائيليين طبعاً. كل واحد بيقول ضد هذا نعم لأنه بالأساس المستوطنات اللي اقتحمها المقاومين الفلسطينيين هي أرض فلسطينية إسرائيل قتلت هؤلاء الفلسطينيين أطفال ونساء ورجال وشردت ما تبقى من الأحياء ومن ثم بنوا مستوطناتهم لذلك المقاومة لها الحق أن تستعيد هذه الأراضي وهذه مقاومة مشروعة ولو أن المقاومة هي التي بدأت ولكن هي لكي تعيد أرضها التي أخذتها إسرائيل وبنت عليها المستوطنات. Long tillbaka har israelerna tagit landet från befolkningen i Palestina och nu har palestinska folket rätten till att ta tillbaka deras land efter allt de har gjort. نعم وما ننسى انه اوكي وما ننسى انه اساسا غزه صار لها سنين محاصره من قبل اسرائيل ومقطوع عليها كل شريان الحياه لذلك لهم الحق ان يدافعوا وان يقتحموا كل المستوطنات ويخرجونهم من هذا الشريط ويفتحوا عليهم الابواب بس كنت لما تباكا ات غزه ها فارت فينسلاند وستيند فليرا اور تباكا från vatten, från annat som hindrar folket att få allt de behöver. Och då har de rätt till att kunna ta sina rätter nu efter många år. Är det okej att mörda och döda oskyldiga människor i Israel? Han bjöd هل صح انه الواحد يقتل الاطفال ولا الناس الاطفال اسرائيل؟ اكيد اطفال احنا ما بنقبل قتل الاطفال ولكن احنا لنا الحق ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة إسرائيل هي من اعتدت بالأول إسرائيل هي من قتلت أطفالنا في الأول إسرائيل هي من قتلت نسائنا إسرائيل هي من حاصرتنا إسرائيل أسرت آلاف الأطفال إذا أسألوا إسرائيل أوكي دو دبان إنيان فور أوس Vi är absolut emot att döda barn, men vi är absolut inte med att de ska ta våra land. Vi är där och vi har all rätt att kunna ta allting tillbaka de har tagit. De har dödat, de har fängslat, de har gjort det fruktansvärt. Man kan tänka sig... شهداء بالملايين على اقصى الحين شهداء بالملايين على اقصى الحين شهداء بالملايين على اقصى الحين شهداء بالملايين بالروح بالدم نفديك يا غزه بالروح